يمكن أكثر ألحانك أستاذ سليمون كانت موجهة لصباح. إيه. تقريبا عدد الأغاني بتعرف قديش عمل ليهم؟ فوق 200 غنية. فوق 200. إيه نعم. أحلى الألحان قدمت لي إياها. طبعا مثل ما قلت أنت قبل شوي إنه في ألحان ممكن تكون ناجحة، ألحان ممكن تكون. الكل بأكد لك إنه ناجح، بس الطب اللي عمله سكسي مثل وصلتين نص البيض وعلى العصفورية ومثل العباس وعبد عبيد عبيد ورب شتى أرسان جينا الدار مثلا كتار متذكر من أظرف الأغاني مثل يا عمي طال من الطهر يا طير الزعرور بالهوى شو قال الذوق بيطير فصلان من الأغاني شو بتصير عطيه كثير أغاني ملحنة كثير ملحنة عندي بالبالهو شي بتلوش قلت لك بس شو بدي عد طيب ما في عندك انت مثلا يا عمي دولة ابن الهوى هي لا تزعني زعناها هي أول ريبيان ريبيان او ذا بيجنين اي او ذا بيجنين اي بدي اقول لك شيء انه لابد ما انه بالنسبه لك كملحن من بعد ما ترجع تسمع مجموعه الالحان اللي قدمتها بتعرف اللحن لما بيخلق الواحد بيحبه هيك لانه هو المولود الجديد بعد مضي فتره من الزمان لابد ما انه يرجع تحس يمكن لو عملت فيه كذا او لو عملت فيه كذا يعني ترجع بتراقبه بدينه المستمع اكثر من بدينه الخالق اللحن يعني. في بالنسبة للألحان اللي قدمتها لصباح في شي ثغرات هلا بتشوف انت كان لازم تتلافيها اي اكيد في اكيد معلومة في شي لحن مثلا بتحب ما انه ينزع مثلا لا في ألحان كتير بريد عدلة تعيدوا انه اذا كان بس تسجيله حلو بعد انه اللي ماشيين اسمونات بس كمان بيطلعوا على احلى كنتوا زي ضعانوا كثير ألحان وغريبة يعني مثل بتقول فتح جديد باللحن طريقة جديدة كل اللحنين بيعرفوا بقدروا واللي بيسمعوا بقدروا انه انا كيف بفتح لك سكة يعني سكة حلوة باللحن هذه يعني مش عم بدي لك على قوي ان شاء الله بسم الله يعني اخر لحن لصباح منتو شهو قلت له هذا اي روحية صيفية روحية صيفية روحية صيفية بالري كلام حلو الكلام للأستاذ طلال حيدر شعر كبير اخر لحن سنة الماضي كان عيني يا عيني عيني من اللحن طبعا اليوم وحصل اشكال عليه سنة الماضي بتذكر انت وصباح باريتوا بالموضوع عندي بالبرنامج لا انا قلت كثير غنته حلو ما هي مثل ايه كثير غنته حلو بعد انا بدي مشينا ما عرفت كثير غنته حلو يعني ما بصير احلى من هيك بس انا احب ضخم الموسيقى فيك انت يعني الموسيقى تكون ضخمه لانه اللحن طرب هو لحن كثير حلو لحن غريب عم بيسمعوا الناس يقولوا شو بدي انا اشكر فيهم ابدا